شهدت منصة منتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ بالمنطقة الخضراء جلسة نقاشية وذلك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول التغذية والتغير المناخية وتناولت الجلسة علاقة النظم الغذائية والصحية بالتغيرات المناخية كما تطرقت إلى نمط التغذية الحالي يعمل على تسريع تغير المناخ عبر قطع الغابات وتغيير استخدام الأراضي وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة انبعاثات الكربون وخلال الجلسة تم التأكيد على ضرورة استثمار وعي الشباب وتعويدهم على الوجبات المتوازنة كروتين يومي يتضمن المكونات الغذائية السليمة النهارده واحنا بنتكلم على الصحه العامه بتاعه الشباب والتغيرات المناخيه اتكلمنا على الحاجات اللي ظهرت زي مثلا انه الانيميا زادت انه في تحديات بالنسبه للفئات المستهدفه اللي احنا بنتعامل معاها في انه الموارد مش موجوده في تغيرات طبيعيه كثيره بتحصل في تغير في المناخ حاصل على المستوى مش بس في مصر لكن طبعا على مستوى العالم وبالتالي ده بيأثر على التغذيه بيأثر على جوده الحياه بالنسبه لهم بيأثر على الموارد الطبيعيه اللي يقدروا ياخدوا منها حياه مستقره ونمو طبيعي وبالتالي ايه الحاجات اللي نقدر نغيرها ونعلمها لهم بحيث ان هم في حياتهم الطبيعيه يقدروا بعد كده يعيشوا بطريقه تنمي حياتهم وتحسن مستواهم مستواهم الصحي قصدي بحيث انه تغيرهم ونموهم يبقى بطريقه ايجابيه مش متاثره قوي بالتغيرات المناخيه اللي حاصله. النهارده كنا بنتكلم عن السياسات ودور البرلمانيين في قضايا الغذاء وعلاقه ده بالتغير المناخي والحقيقه انا تقدمت بمشروعين قانون، مشروع قانون السنه اللي فاتت عن مكافحه هدر الطعام ولا يخفى على احد انه النهار العالم بيعاني من ازمه غذاء حاده وانه كمان الكميات المهدره من الطعام كميات بملايين الاطنان يمكن في حال وجود تشريع وسياسه جاده في انقاذ هذا الطعام المهدر اننا نقلل من المخاطر الامن الغذائي وفي نفس الوقت نوفر طعام لملايين من المواطنين العالم الاقل حظا ده احد مشروعي القانون المشروع الثاني كان بشان التكيف مع التغير المناخي والحد من اثاره